عملية جوية ضخمة نفذتها طائرات التحالف العربي للمرة الثانية في أيام بعد عملية إنزال المساعدات لمواطني تحيتة بهدف إيصال المساعدات الضرورية والطارئة للأماكن المستهدفة. نصر آخر للتحالف، وهذه المرة من بوابة إغاثة المدنيين المحاصرين في مناطق مديرية الدريهم بسبب القصف العشوائي الذي تنفذه الميليشيات الحوثية الموالية لإيران على مدنهم وقطع طرق إمدادهم بالمواد الغذائية الأساسية. هذه نشوفها زي ما مطر نزل من السماء على القرية، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله القادم بيكون أزود من الهلال الأحمر إن شاء الله بإذن الله الإماراتي بالنسبة للقريات المنظر، فهم يعني حالتهم الله أعلم بهم. عملية الإنزال الجوي للمساعدات مرت بمراحل عديدة ومعقدة حتى وصلت إلى المواطنين. المؤونة التي قام بتقديمها الهلال الأحمر الإماراتي في قرية المنظر استفاد منها المواطنين كثير، لذلك ما يعرفوش يخرجوا محاصرين، ما يعرفوا يروحوا يقضوا ولا يشتروا أي حاجة، ولذلك الهلال الأحمر الإماراتي قام بدور كبير، خفف من معاناة المواطنين من المواد الغذائية، وفر لهم حاجات أكل وما أكل وحليبات. المساعدات العاجلة تقدم للمحتاجين إليها ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري. ياسين رضوان، سكاي نيوز عربية، مديرية الدريهمي.